جميعا أحيي المقاومين الشعبيين الذين بذلوا جهدا كبيرا للغاية وعبر سنوات وهم يتصدون لهذا الاحتلال. أدركوا مدى العذابات التي عاشوها، أدركوا مدى الانتهاكات التي تعرضوا لها للعالم. واليوم احنا معانا من احرار العالم الاجانب اللي امنوا في هذه القضيه. الاسرائيليين كانوا بموتوا الكبار وبنسوا الصغار، اليوم مش بس صغار الفلسطينيين مش ناسين وبناضلوا، احرار العالم الصبايا والشباب. نحن في مرحله حرجه، مرحله صعبه، مرحله خطيره يتعرض بها الشعب الفلسطيني من رفح حتى جنين لآلة الدمار الشامل، للقتل الذي بلا هوادة بلا قيم ولا أخلاق، قتل للأنفس جميعا، للنساء، للأطفال، للشيوخ، هدم كل ما هو فلسطيني، واقتلاع الزيتونة التي آمنتم بها وآمن بها آباؤنا وأجدادنا. لن ينسى الصغار، مات الكبار، ولكن وصوا الصغار أن هناك في فلسطين، وكل وليد يولد قبل أن يقول ماما أو يقول بابا يقول فلسطين، يقول قريتي هناك، بلدي هناك، هناك شجرة تين لأبي. أقف كالشاهد على المذبحة أتلو عليكم ما تيسر من وجع السكان في وادي الصيك وعين الزراعة وجبعيت وعين سامية وراس التين وعين الرشاش والقبون والوادي الأحمر والسخن والطويل وترمس عيا والمغير وسنجل ودير دبوان واللبن وحمصة والمالحة وعين الساكوت ويرزا وبزيك والثعل وسوسيا والتواني والخان الأحمر وطامة. بقر المستوطنين أصبح مقدس في الأغوار. بناء على الموروث الوطني وانطلاقا من التجارب السابقة وبالتنسيق والتشاور مع قيادات وطنية على رأسهم الأخ أبو جهاد العلول وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وشركاء دوليين، بدأنا نقاشا لتفعيل الحماية الشعبية الدولية والتي تهدف للتدخل المباشر لحماية أهلنا الذين يتعرضون لهجمات واعتداءات المستوطنين اليومية. تطورت الفكرة بدعوة مئات النشطاء الدوليين المؤمنين بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ودعمه لنيل حقوقه الغير قابلة للتصرف، ليكونوا سندا وسدا ودرعا حاميا للأهالي في تصديهم ومقاومتهم لهجمات المستوطنين. وموازاة مع ذلك ضرورة العمل على تشكيل لجان شعبية في كل موقع وقرية. وكانت أكثر فئة مستهدفة من قبل هذه الحكومة الإسرائيلية وهذا الاحتلال هم الأحبة الأسرى، هؤلاء الذين يسكنون قلوبنا وعقولنا ووجداننا والذين يتعرضون إلى أبشع حملة لا يمكن على الإطلاق لأحد أن ينساها، حملة غير مسبوقة على الإطلاق. يا عالم، يا ناس، لما النادي يقول ان الاسرى عمليا بموتوا، لما وزير ما يسمى بامنهم الداخلي المدعو للارهابي النازي المريض العنصر ابن كبير بقول يجب اطلاق النار على رؤوس الاسرى، هذه الجمله لحالها وهذا التصريح لضباطه ولجنوده فيما يسمى مصلحه السجون يعني اتفننوا في التعديل. سنقاتل وسنفشل هذا المشروع، إما أن نكون عظماء فوق هذه الأرض أو عظاما تحتها، وبكم ومعكم سننتصر، وشكرا لكم.